واقف. هاي كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون كتير قوي لانه ماما رح تتمقلب. سو مثل ما شايفين هون انا حاليا باستوديو، ومثل ما شايفين وراي في عنا مقابله. سو ماما مفكره انه هي رح تكون اول مقابله تلفزيونيه لإلها، بس الشيء اللي هي ما بتعرفه انه هي المقابله مزيفه. اذا بتتذكروا من سنه عملنا نفس المقلب والضحايا بهالفيديو كانوا سيدرا وشيرين، وكان المقلب كتير محزن. مشان هيك حبينا نعمل حلقه ثانيه من هالبرنامج. اتوقع هذا لازم يكون عندي سلسله برنامج مقابله مزيفه واجيب ضيوف عليها وهيك وهيك وهيك. اذا حدا من اليوتيوبرز بيعمل هالبرنامج وبياخذوا مني عارف عليكم قضيه. لا ثانيه، جلال عادي يعمل. ايه كتبنا اسئله كثير قويه لماما لحتى نقدر نستفزها بهي المقابله. طبعا كلنا بنعرف انه ماما شخص كثير حساس. ما بعرف كيف ماما رح تعطي رده فعل لهالفيديو، بس خايفه كثير منه وخايفه اني نام برا البيت اليوم. صار لنا تقريبا اسبوع عم نخطط لهي الفكره لحتى ماما ما تحس. كثير ناس ساعدونا بهالفيديو اللي هن راب ديجيتال وموشن ستوديو. في فريق كامل عنا، في عنا مخرج وشغلات وقصص مش فرجيكم. اوكي المفروض مخرجنا علي يكون هون. هلو، جاهزين اليوم؟ جاهزة اليوم؟ برد قوي. والله أنا ما بفهم، أنتم البوس باسل عم يشتغل. هلو، سو هون معنا عبد الله اللي رح يقابل ماما. هاي عبد الله ده حقيقة بجد. أنا ممكن أبيعك، يعني إذا ماما ضايقت رح أقول لها أنت ما دخلني. لا بس بالنهاية إذا شفتها بكيت أو تضايقت بدي أقول لها بنتك اللي كاتبة الأسئلة وبنتك اللي حتبيعني؟ ايه طبعا. على فكره عبد الله ما انا مذيع، هو منتج، بس رح يتقمص الدور اليوم حتى نقدر نمشي هذا الشيء على ماما. اوكي جايز، ماما وصلت على الاستديو وهي ما بتعرف انه انا هون. هو التيم بتاعه فاهمه؟ وعبد الله قال لي قاعد معك. خلص عملنا مقابله قبل ما انا بتعيطي، فقلت حاسس لك. قال لي لا، قال لي على المقاطع اني اولادك شلون بيعملوا فيك مقلب. قلت له عملوا فيني مقلب كثير، وحتى في مقلب كثير اثر فيني لحد هلا تاثيره عني. انا خربت لما شيرين دخلت بتعيطي. احنا ما بدقناش بتعيطي. لك ما كنت عم عيوني دمعوا. هذا اول انترفيو عم بعمله. اه والله اول انترفيو. اي والله اول اخر انترفيو ان شاء الله. الله يسامحك. ليش امزح معك بيتر؟ في كاميرا برا بتشوفني انا. بيتاكدوا من الكاميرات شكلها طالع. هلا انا وقت البنات قصدي بالسويد عملوا معهم مقابله، انا قعدت برا وصرت اتابعهم من من الشاشه. اوكي جايز، سو هون مثل ما شايفين بيتر قاعد مع ماما لحتى يريحها ويقول لها شو المفروض تحكي وشو المفروض ما تحكي، وانه اذا صار شيء غلط او سؤال مو ظابط ما تجاوب عليه. 3 2 1 أكشن. يا بسم الله، خلونا نبلش. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. شرفتينا ونورتينا. الله يسلمك. اهلا وسهلا، كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. مبسوطه اليوم؟ الحمد لله دائما وابدا. يعني بنشوفك كثير على اليوتيوب. ايه واول طبيعي. مره اول مره هيك بنشوف، ما شاء الله عليكي بتجنني بتاخذي العين. الله يسلمك. هي الله يخلي لك اياهم يعني يا رب. الله يسلمك. بتحبيهم لاولادك كثير صح؟ سؤال غريب ما هيك؟ غريب شوي. مين اكثر واحد من اولادك بتحبيه؟ كمان سؤال غريب. في ام بتقول اني انا بحب ولد اكثر من ولد، بحبهم كلهم، بس كل ولد عنده طريقه بالتعامل معي، فشوي بكون في اختلاف التعامل الولد. يعني انت بتحبيهم الحب نفسه نفسه، بس هنن في حدا بيختلف بي يعني باعاده هي عاطفه الحب لك من واحد لواحد مثلا؟ هلا مثلا اذا انزعجت من واحد ما بحبه بنفس اللحظه، شوي حبي بيقل. امي بتحبني الي اكثر شيء. طب انا رح اجيب لك اياها بطريقه ثانيه. اذا كنتي انت راكبه قارب اي ومعك هالخمس اولاد اي والقارب رح يغرق ولازم تزتي واحد منهم بالمي، مين بتزتي؟ لا ما تقول هالسؤال. ليه عادي؟ وقف. لا هو سؤال حامل انت اسف اسف انا بعتذر انا بعتذر انا بعتذر. ماما مو المفروض تبكي هلا، المفروض تبكي تقريبا اخر سؤال. انا بعتذر والله بعتذر. هو مش قصده. ما قصدي شيء لك، لانه هذا السؤال كثير عم بينسال، بس ما قصدي شيء الله يحمي لك اياهم الاولاد كلهم، يعني ما قصدي شيء.
اول انترفيو كويس بس سؤال كثير كبير شو بدي اغرق ولد حتى مجرد تحكي صعب لا لا ما قصدي انك انت غرق اي عم تقول السؤال كثير صعب ما بصير تقوله وخاصه انت بتعرف البحر بالنسبه للسوريين كثير صح 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 يعني سؤال حساس بصراحة وبعتذر ما قصدي أبدا أنا لأني أنا شايفة كتير الصور بين إني بكي يعني بالحلقة دي يبين عادي يبين عادي لا ما حلو أول مقابلة لي إني أنا وتشي وبكيت ماما بكيت من أول سؤال والمذيع ما عارف شو بده يعمل رح تطالعوا هالمقطع هالشي لا 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 ما كويس ابدا سيده خيلات اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه وبنعتذر على الشيء اللي صار عادي كثير اسفين في عندي سؤال كثير الناس والمتابعين عم يسالوه طيب بما انه عندك ثلاث بنات ما شاء الله عليهم حلوين والكل بيشهد على هذا الشيء ليش ولا وحده فيهم متزوجه لهلا وين صح النوم شو بك من الساعه صغار ليش اعمارهم بنات 13 و20 و19 ماما كل يوم بتحكي بدها والله صغار كثير ما شاء الله إيه؟ يخلي لك اياهم يا رب ما عندي علم انا باعمارهم إيه؟ ما عندي علم بس اني صلون زمان بس هلا ناري لازم تتزوج لا قديش عمرها ناري 23 لا لسه معها يعني لبين ما تنخطب تتزوج بدها سنه عصيه 24 انا تزوجت بال 24 طيب هلا بدي اسالك سؤال شوي يعني شوي حساس ليش اولادك يعني انا بحس او المتابعين بحسوا خلينا نقول شيء رايي الشخصي على جنب ليش المتابعين بحسوا انه اولادك بعيدين عن الدراما اليوتيوب ولما بيصير الدراما ما بيردوا او ما بيدافعوا عن حالهم او ما بيجاوبوا على الكومنت هل شخصيتهم ضعيفه شيء لا مثلا لاني راقيين اشرحي لي اكثر خلي الناس تعرف شو يعني راقيين شوف الرقي والفهم اني اذا حدا غلط فيك انت ما تغلط فيه مثل ما عم بيغلط فيك وانت هيك مربيتي يعني. انا هيك مربيته هيك معلمتي انا هيك لاني شخصيتي طب هذا بالنسبه لك بس انت شايفه اولادي هيك كمان انا هيك ربيته انا هيك ربيته ولا شخصيتهم ضعيفه شوي لا ما هي ضعيفه اولادي شخصيتهم كثير قويه اني الضعف وقت الشخص بيجي بيوقف مقابيلك وبيحكي معك وبسبك وبيتصرف اغلاط بيعمل اغلاط معك الضعف اني انت كمان تعصب وتكون مثله طب هلا بدنا نروح للسايد العائلي شوي سجلات البنات عندك بيقولوا شغله عندكم بالبيت بدي اعرف اذا حقيقه ولا كذب اي احكي بيقولوا انه اكلات ابوهم اطيب من اكلات امهم طب بيصير هذا الكلام؟ يعني ما بتعرفي تطبخي مثلا؟ لا لا معروفه انا كل العيله وكل اللي بيعرفني أني طبخي كتير طيب طب إذا طبخك كتير نفسي طيب الطبخ إذا نفسك كتير طيب ليش البنات بيقولوا أنه طبخ أبوهم أطيب من طبخ أمهم ما بيجبروا بخاطر مثلا أبوهم هو كان محام بروا على القصر العادي ما بطبخ ما له عادي يطبخ صحيح فكل ما هنالك أني أبدع بطبخة وحدة أيوة فمعناتها طبخه أطيب من طبخي أنا مو أنا اللي لا قلت لا أكيد طبخه مو أنا اللي قلت البنات هيك بيقولوا بيجبروا بخاطره طب تجرب تجي تدوق طبخي؟ اي انا بجرب وبتشرف انا بتشرف على فكره انا بصراحه شفتها لناري وشفتها بايفنت وكانت شوي متعجرفه بس يعني فانا هلا عم بربط الشغلات لا ما هي متعجرفه بنتي بلا لا والله لا بلا شوي متعجرفه شوي هيك يعني عندها شويه نظرات شوي فيها تعجرفة. بنتي الله يسامحك ايه عندها هيك لا عندها هيك شوي لا بنتي ما عندها هيك شيء في بتدافع عليها لبنتك بلا لا لاني بنتي ما هيك شو بلا عندها شوي ولا هيك ولا نتفه ولا نتفه بنتي ما هي متعجرفه بالعكس نارين من عمرها 15 كانت ركزي طيب لما صارت الدراما بين بنتك ونور ستارز اي انت بصف مين صفيتي بصف بنتي مو لاني بنتي انا مع الحق حتى لو بنتي كانت غلطانه بنتي اذا كانت غلطانه بمسك ظهر الحق ما بمسك ظهر بنتي يعني احنا لانه عم نحدد على هدول الامور لانه بنتك مشهوره وفي ناس بيشوفوها كثير مستفزه في ناس انت مصر تقول لي مستفزه لك لا هن هيك بيشوفوها الناس مو انا لا بعض من الناس بيشوفوها كثير كثير مستفزه هلا انا بالنسبه لي بنتك حبابه ولطيفه لا. وكذا بس شايفه حالها شايفه حالها مفكره لا يعني لا بالعكس بالعكس تعرف اني انا بقيت لهم احيانا لا والله بقيت لهم على نقطه وحده ايه؟ ان الانسان ما يشوف حاله بس كمان ما يستهين في حاله اكيد كتير. طبعا ما يستهين بحاله هلا انا كان في انا بحس ان اولادي متواضعين مو بحس عندي يقين بهالشيء متاكده يعني متأكدة. لا بس نارين متواضعه لا نارين متواضعه
بناتك لاني ما عاشرتها بجوز. انت ما بتعرف انت لحتى بتقول اني ناري مي متواضعة. انا شفتها مرة واحدة. طب شو بتحكم عليها بمرة واحدة؟ انا عم بقول اللي صار معي بس بتكون مستفزه وبتقول ان هي متكبره. لا كثير عم بيعطي عليها وهي هدفها بنتها برضه. لا ابدا انا مو لاني بس بنتي لاني ما هي هيك بنتي. هي وجهه نظرك خلاص ما حدش يقدر يتكلم بس ما هذا الكلام كله من المتابعين يعني اللي 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 عدد الاسئله هن كلهم. انت بتقول انك شفتها. انا شفتها بالايفنت كانت شوي يعني عملت حركه شوي مش عارف بص مش بس لاني ما بتعرفها بس انت اللي تقعد معه وتشوفه. والله هلا انتبهت على اشو في كثير عالم قبل ما يتعرف على اولادي بيحسوا او بتهيالوا ان هن شايفين حالهم بس هن من النوع اللي ما بيطالعوا مشاعرهم للماضي. انا امه نحن كلنا كعائله بنحب كثير بعض وكثير متعلقين بعض بس ما منطالع نحكيها. فنارين اذا انت تقعد معه وتكون قاعد معه ساعه وساعتين ثلاثه بتختلف عنك 180 درجه. اه اوكي تمام عظيم. بس انا بستغرب عليه اني هيك عم بيحكي يعني اني ما بيعرف بنتي وبقول اني هي. او يمكن تعليقات العالم. انا والله الاسئله جايبه من تعليقات الناس. بكون هدول الناس اللي بكونوا مع طرف حدا نحن هون بدنا نبين الحقيقه. هلا انا كأم بدي احكي فما سيدي. في ام بتقول على اولادها اني هذا هذا انا انا هلا هذا المطلوب انا عم بحكي معك عم بحكي الحقيقة مو لأني أولادي و... ما هو الهدف من هي الأسئلة إنه أنت تقولي الحقيقة مشان الناس تعرف الحقيقة. بس أنا عم بستغرب وقت اللي عم تقولي إني مستفزة. أنا مرة شفتها ماما ما عم تقدر تتخطى الموضوع. والله العظيم مرة شفتها على الريد كاربت. وين؟ كتير شايفة على الريد كاربت يعني بإيفنت. أما أنت ما بتعرف جوز وقتها كانت مزوجة أو متضايقة أو عندها ردة فعل من الناس اللي كتير عطتهم 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 وكانت معهم كتير متواضعة وبسيطة. بس أنا ما حكمت عليها. أنت بس أنت شفتها حسيت إن هي شايفة حالها. لا أنا عم قلك شو حسيت؟ طيب أوكي. أنا طيب أول مرة بسمع هيك حديث أولادي مع إني دايما بيقولوا لي العكس. اي شخص بده عشان بس ما فيك تقولي بس انا شفتك سامحيني سامحيني كرمال الله لا يعني كثير عن جد انا اسف اسف والله بلش معي بكاني بكاني ولا بيتر كمان صار مجرمين ماما بس ابدعتي والله ابدعتي ماما ابدعتي ماما ابدعتي والله كنت كثير حلوه وانت اللي عملتي مقلب علينا انت ما فيش ولا حاجه اثرت عليك والله العظيم الله يحميكي ويخلي لك الحلوين ما بحب دايما تعرفون فيني هيك ابدعتي والله العظيم انا بعتذر كثير لو عرفان هيك انا ندمت هلا وحياة الله لا 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 عندي انا مش عايزه زياد يعني ما بعرف شو بدي احكي انا توقعتها تبكي وادخل ما بدي خلص الاسئله انا كان همي اني اقنع بنتي ما هيك ما همني المقابله انا بعرف انه بنتك مو هيك يعني انه بعد ما طلعت اندال لبيتر ما حبيت الموزي ما لقوا لي غير الموزي يلا باي.